en formation professionnelle, le comité fait des médecins pédopsychiatres. Un travail de sensibilisation au niveau des écoles. Il y en a qu'un. Il faut en savoir les billes, arrête de chercher. C'est très facile d'accès. Vous pouvez mettre sur Google Autisme Algérie. موقع إلكتروني الخاص بالتوحد والذي سيتم إطلاقه رسميا اليوم من أجل تقديم خدمة لأكبر عدد من زوار الموقع سواء من عامة المجتمع أو الأشخاص المصابين بالتوحد أو المتدخلين مهنيين أو جمعيات المرافقين للمصابين بالتوحد. هذا الموقع هو اليوم اسم في متناول الجميع وخاصة أولياء تاع أطفال هذو اللي مصابين بالتوحد اللي يعني نرشدوهم أولا في بمعلومات حول المرض هذايا، لأن المعلومات هذه معلومات محيانة ومعيونات مؤكدة من طرف الأخصائيين.